السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. راجعين النهاردة بوصفة حلوة للصيف، هنعمل مع بعض كيكة الشموع الفرنسية، هي اسمها كده، او كيكة البسكوت، لان بيكون فيها كمية بسكوت حلوة، ففي ناس برضو بيسموها كيكة البسكوت. زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها بيتحدث عن نفسه، جميلة جدا وحاجة حلوة باردة كده في الصيف. ما فيش فرن، ما فيش بيض، ما فيش كريمة، يعني بصوا حلوة خالص ومكونات بسيطة وان شاء الله متوفرة في كل بيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش في اللايك والكومنتات الحلوة، ولايك وشير لو انتوا، وسبسكرايب لو انتوا مش لسه ما اشتركتوش في القناة بتاعتي عشان القناة تكبر بيكم يا حلوين. شايفين دي كمان لما بتقعد لتاني يوم بتبقى تحفه بجد والله. يعني انا بكلمكم حاليا وانا في تاني يوم ليها يعني، ولسه باكل منها والله. صحيت الصبح واول ما صحيت يعني طلعت منيها حته كده وحبيت ان انا اكلها، والله جميله جدا، تستاهل ان تجربه وتستاهل انكم تجربوها، هتعجبكم وتعجب اولادكم خالص. والمكونات ان شاء الله هتكون موجوده ومتوفره عندكم في كل بيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. معايا هنا بسكوت، اي بسكوت انت بتحبي، اي بسكوت متوفر عندك في البيت. طبعا بسكوت الشاي ده متوفر عندنا في البيت، طبعا اي بيت ما بيخلاش من البسكوت. فعندي هنا 5 بواكي من البسكوت، والكمية برضو اللي انت تحدديها على حسب الصينية بتاعتك. انا هنا عملت ميكس بين نوعين، كان عندي نوعين فعملت ميكس بينهم، يعني خدت 2 من دول وخدت 2 من دول. في بسكوت بيكون بالشوكولاتة برضو عادي، براحتك لو حابة يعني اللي انت تحبيه اعمليه، المتوفر عندك اعمليه، اي نوع بسكوت عندك. لو عندك اللي هو بديل اللوتس برضو اللي هو الروتس ده تحفة، هيكون تحفة جدا برضو في الوصفة دي، عشان مع الكراميل بيبقى حلو جدا كمان. بس انا ما كانش متوفر عندي غير البواكي دي. هنطحنهم في المطحنة او في الكبة، او لو مش عندك دي ولا دي ممكن تفرميهم مثلا، ايه لو عندك هون تحطهم في كيس بايد الهون وتدقيهم زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات. لا اي طريقه هنعمل بيها، يعني ما فيش حاجه حتى عشان ما عندناش كبه ان احنا ما نعملش، لا هنعمل. بصوا هنا، انا هنا عندي كوبايه زبده مذابه، وحط معاها بس معلقه ونص من معلقه الاكل دي ميه. ليه؟ لان الزبده الحاله بتخلي البسكوت يحجر معايا، يعني انا عملت الوصفه اللي قبل كده بحس ان البسكوت بيحجر، بيبقى ناشف معايا ما بقدرش حتى اقطعه. فالميه عشان تبقى قوام البسكوت معانا طري، مش نقطع يعني نقطعه مثلا بالسكينه او بالمعلقه او باي حاجه هنقطع بيها القطعه، هيتقطع معانا بكل سهوله، مش هيتعبنا تمام، ولا في الفرد كمان هيتعبنا. فانا بحط معاها معلقه ونص ميه بس مش اكتر، ما تكتريش كمان، لو معلقه واحده برده معاها برده حلوه جدا برده ما تكتريش. فرمنا البسكوت بتاعنا، هنشوف الجالب اللي احنا هنعمل فيه. هي المفروض تتعمل في جالب من الجوالب بتاعه التشيز كيك، انا عملت فيه قبل كده بس مش عارفه، حاسه ان اللاجيه واسع كده وخفت ان هو ايه لو حطيت فيه المقادير السائله ان هي ممكن تتكب منه او تنزل منه، فقلت لا خلينا في الاضمن احسن، وخليت عملت ايه في البايركس بتاعي. عندك الصينيه دي تمام، عندك الصينيه دي تمام، براحتك. عندك صواني، لو اي صينيه عندك تعملي فيها صواني الومنيوم هتعملي فيها، مش هيقول لا. هننزل كميه البسكوت بتاعتنا، بتتفرد معانا بكل سهوله، اللي بيساعد انها تتفرد كده معانا بكل سهوله كمان وهي ماسكه نفسها معلقه الميه اللي احنا حطيناها مع الزبده. الخطوه دي حلوه جدا ومهمه جدا كمان يا بنات بجد والله. اللي جرب قبل كده البسكوت بالزبده بس من غير ما يحط معاه ميه هيعرف انا بقصدي ايه، لان بيبقى انا محجر كده وجامد ما بتقدرش تقطعيه. عفوا. المهم عملت كده الكاسين دول عشان كان البسكوت كميته حلوه يعني وكتيره. ده هنا عندي لتر حليب اللي هو 4 كوبايات لبن، لتر حليب انا كنت لسه غالياه يعني لسه جايباه طازه وكنت بغليه، غليته وسبته يدفى شويه، فانا هشتغل في نفس اللبانه دي يعني مش هطلع منها ولا حاجه. قاعد بوشه طبعا زي ما انتم شايفينه بخير وكده عشان لسه مغلي. هنجيب باكتين من الكريم كراميل، العبوه دي بتتباع فيها 2 وفي عبوات بتكون 1 بس، احنا هنحتاج الباكتين البودر، وهنخلي اللي هو الصوص الكراميل ده في الاخر. هناخد الباكيتين بتوع الكراميل ونحطهم على اللبن طبعا من غير سكر، لان الكريم كراميل ذات نفسه بيكون مسكر تمام. الخطوه دي انا بالنسبه لي حلاها كان كويس خالص خالص يعني ممتاز، انا ما بحبش حاجه مسكره زياده عن اللزوم،
والله انت حابه ان هنا في المرحله دي تحطي معلقتين لبن، معلقتين سكر مع الحليب براحتك، بس انا استكفيت بحلة الكريم كراميل، بودره الكريم كراميل، لانها بتبقى فعلا فيها نسبه سكر حلوه، يعني حلوه حلوه كمان. فكل واحد حسب راحته او حسب ما هو بيحب الحاجه مسكره ازاي. اهم حاجه ان احنا نحطهم ونقعد نقلب فيه لغايه لما يدوب معانا كويس، زي ما انتوا شايفين هنقعد نفضل نقلب فيه كده كويس لغايه لما الكريم كراميل بودرته دي تدوب معانا. شايفين في اللحظه دي هناخد الخليط ده ونطلع بيه على النار. طبعا هو عكس غير الكاستر، يعني هو ما بيتجلش معانا على النار، بس برضو احنا نجيب كده ونديله جليبه مثلا او جليبتين. تمام، جليبه او جليبتين كده، وهنسيبه على النار لغايه لما يغلي معانا. مسافه ما هيغلي، اول ما يغلي نطفي عليه، يعني احنا مش هنستنى انه يقعد يغلي مع بعض جامد او لا، هو اول ما هيغلي احنا هنطفي عليه. شايفين الوش بتاع اللبن عامل طبقة طبقة زي من فوق، حلوة جدا طبعا بخيره اهو. شايفين لو واخدين بالكم كده على الجناب ابتدى هو يرفع معايا ويغلي معايا، هنطفي كده عليه خلاص. هو وسخن هنحطه في الكبة. تمام، انا الكبة دي بعد ما عملت فيها البسكوت انا ما غسلتهاش، يعني دي الكبة بعد ما عملنا فيها البسكوت بالزبدة قاعدة زي ما هي ما اتغسلتش. تمام، هنستخدمها اصلي فعشان كده ما غسلتهاش. هنحط فيها بكوهين بسكوت، او بمعنى اصح ممكن نحط 15 قطعة، من 15 ل 17 قطعة من البسكوت بتاعنا، ودول تقريبا هيدونا نفس الحجم، يعني نفس الكمية اللي انا عايزاها. فعشان كده انا حطيت باتنين باكو بسكوت، وهننزل عليه بخليط الكريم كراميل ده اللي احنا عاملينه على النار. زي ما انتم شايفين كده سخن، لسه سخن زي ما هو، مش عايزين نسيبه عشان خاطر ما يتجلش معانا. فاحنا نزلناه من على النار حطيناه على طول في الكبة بتاعتنا. عندي هنا معلقتين كمان من اللي هو القشطة، عندك قشطة لباني اللي هي بتاعت المحلات. تمام، عندك قشطة اللي هي وش اللبن برضو حطيها، انا هنا كان عندي اللي هي وش اللبن فحطيت معلقتين منهم. مش عندك يعني الحتة دي برضو اختيارية، مش عندك ما تحطهاش، بس بتدي كده بتخلي القوام كريمي كده ودسم شوية، بتخلي الحاجة الخليط بتاعنا كريمي. مش متوفرة والله مش هتأثر خالص، سيبيها يعني ملهاش لازمة. هناخدهم كده ونضربهم هما زي ما هما كده في الكبة بتاعتنا في الخلاط. لو ما عندكش كبة هتحط الخليط ده زي ما هو كده في الخلاط، يعني الكبة دي بتقوم بعمايل ايه، بمهام الخلاط. فما عندكش كبة حطيهم في الخلاط واضربيهم ضربتين مش اكتر، يعني ما تكتريش، يعني ضربة في اتنين. هو طبعا الخليط سخن فهيخلي البسكوت معانا يتضرب بكل سهولة، فانت ضربة تشغيلة والتانية وبس على كده، ما تكتريش فيها. هضربهم وارجع لكم تاني. انا هنا بصراحة انشغلت بعد ما ضربتهم ونسيتهم في الكبة، يعني يمكن قعدوا ربع ساعة ولا حاجة لغاية لما الخليط جمد معايا، انشغلت بحاجة كده، جاني تليفون وانشغلت فيه ونسيت الخليط بتاعي ده. يعني لقيته جمد معايا، طلعت البسكوت من التلاجة، هنا كان مية تقريبا نزلت عليه من التلاجة فعملت اللون ده. بصوا الخليط بتاعي كيف جمد معايا. طبعا احنا مش حابين ان هو يجمد، او عادي يعني هو ما حصلوش حاجة، بس يعني انا مش قاعد عندي في الكبة ما فضيتوش على طول اول ما ضربته. تمام، اول ما هنضربه ننزل بيه كده على البسكوت بتاعنا. الريحة والله العظيم بجد الريحة تحفة والطعم تحفة تحفة تحفة، حاجة كده يعني مش عارفة اقول لكم، مزيج كده حلو خالص مع بعض، تحفة هيعجبكم خالص. وتاني يوم يعني بصوا انا بسجل لكم والله العظيم، وانا هو عندي الطبق لسه هو تو مطلعاه، بقول لكم كنت بفطر منه. بسم الله ما شاء الله. لا تاني يوم كمان لما بتبقى ساقعة كده وتقعد في التلاجة بتمسك نفسها وبتبقى تحفة تحفة. بتمنى انكم تجربوها. هنفرد الخليط بتاعنا كويس. الحر يا بنات مش عايز غير كده بصراحة، عايز جيلي، عايز كاستر، عايز كريم كراميل، عايز رز بلبن، عايز مهلبية، مش عايز غير كده. هنحطه في التلاجة، يفضل يقعد من 3 ساعات ل4 ساعات في التلاجة. ممكن تعمليه من بالليل تاكلي منه الصبح،
لكن احنا زي ما انتوا عارفين دايما الاولاد لما بنكون بنعمل حاجه حلوه بيكونوا مستعجلين عليه. انا هنا في التزيين طحنت بسكوت، ده بسكوت كان بالشوكولاته عندي، فانا طحنته هزين بيه. التزيين دي حاجه تطلع ترجع لك، عايزه تحطي صوص كراميل، بس عايزه تحطي فتافيت بسكوت، عايزه تحطي كاكاو تعمليه بالكاكاو. انا بس اولادي ما بيحبوش الكاكاو ان هو يكون فوق الاكل كده، فما كانوش هيرضوا بيه، فعشان كده انا حطيت البسكوت ده، فرفتت بسكوت وحطيت منيه، وهزين برضو بالكريم كراميل، اكياس الكريم كراميل اللي كانت معانا. نعمل برضو الكاسات دي، على فكره في الكاسات تبقى احلى كمان، ان هو كل يعني كل طفل هياخد الكاس بتاعه. يعني انا هنا قالوا لي لا انا هناخد، ما رضوش ياخدوا قطع، كل واحد اخد كاس من الكاسات دي. فالمفروض يعني عارفين والله المره الجايه، يعني انا حبيت ان انا قلت المره الجايه هعملهم كده في كاسات، بدل ما انا احط في صينيه والكلام ده، خليها كلها في الكاسات. هنجيب كيس الكريم كراميل معانا، دي اللي بتيجي مع البواكت بتاعت الكريم كراميل نفسه، وهنزين بيها، تبقى خطيرة وطعمها حلو خالص. انا يدوب قعدت عندي ساعة واحدة في التلاجة، ما فيش غيرها بصراحة، لانهم كانوا مستعجلين عايزين يدوقوها، مع اني عملتها قبل كده والله مش اول مرة اعملها. زي ما قلنا التزيين ده حسب ما يكون عندك. هنا ممكن تحطي صوص شوكولاته لو عندك، صوص كراميل لو هو الكراميل البيتي، لو انت عندك كراميل بيتي بيبقى تحفه كمان، بتاع البيت تحفه، اللي احنا بنعمله على ايدينا في البيت كمان احلى واطعم من ده بكتير، لو عندك حط منه برضو. حلوه خالص، هنقطعها مع بعض وهتشوفوا ازاي هي طريه البسكوته، ما حجرتش زي الفيديو اللي قبل ده. لو خدتوا بالكم من الفيديو اللي فات، انا عشان كنت حطاها في التلاجة طلعتها يعني بصعوبة، ان انا قدرت ان انا اطلع القطعة، وقلت لكم كده لانها كمان جمدت في الفريزر، لان كنت حطاها في الفريزر. لكن النهاردة انا بقطعها، اتقطعت معايا بكل سهولة بكل سهولة، وده بسبب معلقة المية اللي احنا حطيناها مع الزبدة اللي حطينا في اللي عملنا بيها البسكوت. بصوا بتتقطع بكل سهولة، مش محجرة معايا من تحت. انا الفيديو اللي فات لو خدتوا بالكم فيه هتلاقوني فعلا بقطعها بصعوبه، يعني حتى ايدي ما قدرتش ان انا ادوس عليها، اولا لان انا عندي مشكله في الاعصاب، وثانيا لان فعلا كان البسكوت محجر معايا من تحت. ده البسكوت طري اتقطع معايا بكل سهوله، ولغايه تاني يوم والله اهو انا بكلمكم اهو، سامعين سامعين، لغايه تاني يوم ده صوت الطبق، يعني ان انا اهو تاني يوم اهو وهو قاعد بصوا بيتفركت معايا، وبيتفرفت معايا حلو خالص مش جامد. فضروري بالله عليكم حطوا معلقه الميه، وانتوا هتحسوا فعلا انها فرقت معاكم. ممكن كمان بلاش ميه يا ست، لو انت مش عايزه انت بتضرب، ممكن تحط معلقه قشطه معاكي مع الزبده في الخلاط او في الكبه اللي انت بتضرب فيها البسكوت، برضو هيديكي طراوه حلوه. شايفين طريه جدا، تناغم بين الطبقات مش عارفه اقول لك ايه، مش معقول، يعني تناغم حلو جدا في الطعم بتاعه. الطبقه الثانيه دي تحفه كريميه كده و غنية، البسكوت مديها طعم حلو، عشان كده اختاروا بسكوت يكون نكهته حلوة، يعني يكون طعمه حلو، مش اي بسكوت وخلاص، لا يعني بسكوت يكون